نور السعيد مش مني مش مني مش باش تحكي لنا اليوم باش نحكي لكم على الريجيم الريجيم اللي هو من اكثر الحاجات اللي تحبها انت بالطبيعه باش تحكي لنا على الحب تاع الريجيم على الاخر ناس مونتو تسويت مش مني شو هو راه مش مني اما من الريجيم الريجيم اصعب حاجه في العالم تذكروا الاولاد وقت نهارين قاعدين نحكي وقلت لكم وزنت روحي لقيت روحي 106 7 اليوم وزنت روحي قد لقيت روحي شقي والتسعة الحمد لله كي طلعت فوق الميزان نلقاها 109 قلت امبوسيبل ما تجيش شنو هذا في نهارين واحد يزيد 3 كيلو قالك مرة نقول واحد صحيت ابريتو فاش قاعد ناكل شنو على شويه مقلوب بيتزا جازوز شنو يا اخي باش نزيد 3 كيلو قلت سيرمون الميزان غلط هبطت من الميزان وعاودت طلعت تبدلت ولات 110 بالحق راه والله ترو ستوري نحكي لكم فيها والله ما حبيتش نعاود نطلع خفت تولي من 111 من بعديك تشجعت المره ذي ذكيت عليها قلت خلي نجبد كرشي مالكش كيف نطلع تينقص في الميزان شيء ما حبيتش تمشي الفازه ذي فهمت وقتها لازم نعمل ريجيم وحبيت نعمل ريجيم على قاعده واضح. مشيت للنوتريسيونيست وين مشيت بلال اسمه نوتريسيونيست شنو النور هذا شنو لحظه اسمه بلال ولا تعلمنا كلمه جديده اسمه نوتريسيونيست نتاع الماكله ذاك نتاع التغذيه دونتيست برا كمل مشيت نوتريسيونيست اول صدمه ناكلها دخلت نلقى نوتريسيونيست نلقى يبعد عليا بالصبر جونر انا 110 هو كيفي 108 انا فقدت ثقتي فيه طول وقتها معنا عباره بالحق عباره حل ميكانيسيان وكرهبتك مهلوكه راه جاي عاون فيها على فربو صحيت دخلت قعد يحكي معايا وكله درش وبعد قلت له دكتور بالله شنو كيف نقوم في الصباح شنو ناكل قال لي كعب عظم كعب طماطم ترونش صغيره نتاع اسكالوب وكعبه تفاح هي قلت له سيبيها معناها هكا مفطور متوازن معناها ما تقل كل الحكمه نتاعك فطور متوازن فيه حلو ومالح قلت له به ومن بعد مع نص نهار اش ناكل قال لي سامحني ولدي ظلي فيك ماكش فهمني مليح هذه الماكله نتاع نهار كامل واتوا تو فوار كيفاش تقسمها فهمت اللي زايد نعمل ريجيم خرجت على روحي انا خارج لسلدة طونت لقيت فما طفله هذه فقلت سيرمون هذيك سكرتيرة مشيت باش نخلصها عاد قالت لي ليه مسيو انا راني باسيونت هوني مش سكرتيرة جاي نحب نضعف زاده قعدت باهت خاطر بالحق راه الطفله نحكي لكم عليها ضعيفه برشا ضعيفه على الاخر ما نحكي لكم الطفله ذي راهي كان تعمل ريجيم راهي باش تولي ميساج فوكال راه والله والله بالحق راه باش تولي مجرد فكره باش تولي اوف هاي باش تولي اوف والله قلت لها بالله سامحني وانت علاه تعمل في الريجيم هاك ضعيفه تبارك الله عليك قالت لي اوفيت انا قبل جيتي 55 وتوا لي 60 دو فاسون نحب نرجع 55 نتاعي ومعك 55 نتاعي معك 55 نتاعي حسيت اكبر وجيعه في قلبي في حياتي حسيت بالحق دابرمد فوالا خاطر ماني قلت لكم قبيله نوزن 110 ومالوريزمون 55 فوا 2 تعطي 110 فهمتني حسيتها على الاخر الفازه قلت لها ذكرني باسمك بنتي قالت لي اسمي فرح بنتي قلت لها فرح تمن به المثل نفصل منك زوز ينطبق عليك اي قلت لها اي نعم انا فصل منك زوز فرح انا زوز فرحات معي انا الفرحه تولي فرحتين عرس عرس انت لو عرس وريت يا طارق اللي حكيته الكل مش مني من شكون فرح هذه مش مني فقرة عظيمة جدا نور يعطيك الصحة كل مرة حاجة مش منه اليوم الرجيم أنا زاد نور كنت نعمل في رجيم قبل بليه عملت برشا ريجيم انت علاش تحب ايش ناقص انت 60 نتاعي فوتها بون انت تخدم في راديو ميساج تقول لي معناها معلومه لو طارق صديق فرح صحيح بليه روح في روح صحيح نفس الكونسيبت انه فرح ما نبعدوش على بعضنا هي 55 انا ما نبعدش ياسر على فرح انتوما زاد المستمعين ما تبعدوش انا راجعين بعد شويه